هادشي اللي غادي نشارك معكم تلاح غير اليوم. عقود عمل موسمية، عقود عمل ستاجيونالي ديال بولونيا. نشارك معك التوقيت، التوقيت زوين، التوقيت زوين، ونتمنى يزيد طلع التوقيت. هادشي تلاح غير اليوم الإخوة، اليوم السبت تلاح غير اليوم. ونشارك معكم تورينو وكذلك الكامبو باسو. بالنسبة لتورينو عقد عمل غير موسمي موديل بي. الناس كيسولوا على تورينو موديل بي 18/3/2024، توقيت 9:55. تورينو البيومونتي 9:55. هاد الكونترا ديال تورينو تلاحت 1 شهر 10، انا راه يلا توصلت بها. المهم تورينو باش تعرف بان راه كتخرج. كامبو باسو حتى هي كتخرج، ما عنديش التوقيت. كامبو باسو حتى هي خرجات وما عنديش التوقيت ديالها. ستاجيونالي موسمي ديال كامبو باسو. اليوم اليوم السبت توصلت بديال بولونيا ستاجيونالي الموسمي 9:11. 9:11 وتقريبا 40 ثانية ولا 41 ثانية كيخرجوا غير اليوم هما الكونترات، وحنا ما شنا والو ياك. هادشي اللي غادي نقولو. الحمد لله دابا حنا نتواصلوا بالكونترات ديالنا الحمد لله. المهم 9:11 وثواني الاخوان 40 ولا 41 ثانيه بالنسبه لبولونيا. الناس اللي كتسول على البولونيا، الناس اللي كتسول على الايميليا رومانيا، بولونيا ستاجيونالي الموسمي 9:11 اخوتي. كيف ما قلت لكم هذا الشيء راه غير اليوم، وان شاء الله ان شاء الله راه غادي نشوفوا ثاني، غنشوفوا المزيد، غنشوفوا الكونترات، غنشوفوا ديال شهر 12 مازال، وغادي نشوفوا مطابق الحال ديال شهر 3 ديال هذا العام هذا ديال 2024. شوف راه ماشي قانون التعمار غادي يبدا في شهر 11 والقانون في شهر 2 قانون ديال 2025، صافي راه نساو ديال شهر 12 2023 وديال شهر 3 اللي دفعوا. لا غادي نبقاو نشوفوا، غنشوفوا هما الاولين ان شاء الله قبل اصدار الكونترا ديال 2025. غادي نشوفوا ديال شهر 12 ان شاء الله وديال شهر 3 ديال 2024. بالنسبه دائما لبولونيا قلت لكم 9:11. شي واحد غادي دابا يقول لي واش جمعيات اخويا يونس ولا باترون؟ باترون لا، هادو ماشي جمعيات ديال بولونيا الموسمي اللي خرجوا، ماشي جمعيات وانما باترون و 9:11. اما بالنسبه للال اف او الكونترا ديال ال اف او ما نهضروش عليهم، هادوك هادو كيخرجوا دائما، هادوك يوميا كيخرجوا دائما ديال ال اف او اللي هما فوري كوتا اللي خارج الحصه ديال الناس اللي داور اللي دار الدورات التدريبيه في البلاد. كنعرفوا بان السيد هنا اللي بغى يدفع عليهم راه هو كيقاد كلشي من طبيعه الحال. هادو كيخرجوا ديما ما نهضروش عليهم. هادو شهرين 60 يوم ربما قل كاع، كانوا وقفوا شي ايامات فاش كان التعديل ديال القانون ديال دكريتو فلوسي، كان قانون المهم التعديل ديال القانون على حساب الكونترات، كانوا حتى هما وقفوا في الـ في الـ في الـ في الاصدار ديال هاد الكونترات هادو ديال فوري كوتا. ولكن من بعد جوج في شهر 10 صافي حتى هما تطلقوا ولاو كيتلاحوا على الجهد. واللي باغي يدفع في هذا القانون هذا ان شاء الله صافي غير يوجد راسه، يوجد راسه يعيط للسيد ويقيدو ويسجلو من الاوائل. علاش من الاوائل؟ باش ما تضيعش الوقت. كيفاش ما تضيعش الوقت؟ باش الا قيدك الفوق فاش غيكون ان شاء الله الكليك داي لذاك النقر السريع ان شاء الله مع التسعود باش تمشي حتى من الاولين. واش فهمت؟ حتى ويلا كان شي ضغط على السيستم وبقى كيدور ولا داكشي بلوكي، على الاقل دخل انت من الاولين. تحياتي لك، يكون خير ان شاء الله.